ينضم معنا لمزيد من التفاصيل السيد قصي المعتصم الباحث في الشؤون السياسية. أستاذ قصي، بداية مرحبا بكم. يعني صراع شيعي على منصب رئاسة الحكومة توازيا مع صراع كردي على منصب رئاسة الجمهورية، كيف تقرأ ما يجري؟ تحياتي لك ولجمهور قناة ضيفي الأفاضل وشكرا على الاستضافة. بدءاً ما يسمى في مفهوم الصراع على المنصب رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء هو ليس صراع بحد ذاته، وإنما هي تفاهمات تجري بين هذه الأحزاب، من يقدم خدمة أكثر للآخر، من يقدم لمكونه خدمة أكبر. فيما يخص الحزب الديمقراطي الكردستاني، يعتقد أن من حقه أن يكون له مرشح لرئاسة الجمهورية، ويكون هو هذه المرة بدلا من هيمنة الاتحاد الوطني طيلة السنوات الماضية. في وقت الاتحاد الوطني يرشح برهم صالح، اللي هو يعتقد أنه شخصية قادرة على أن تفعل شيء للأكراد. هذه من ناحية، وأعتقد الأمر محسوم يعني بالنسبة للنظام السياسي الذي كان منذ 2003 والآن لم يختلف شيء عن السابق. وبالتالي بالنسبة للمكون الشيعي هنا أيضا هناك الكثير من اللبس في لدى الناس، من أن هناك صراع شيعي، من أن هناك تفكك في حزب الدعوة. أنا منذ ما قبل الانتخابات قلت أن حزب الدعوة بعد أن شعر أن الشعب العراقي بدأ يرفضه نتيجة سياساته الخاطئة طوال السنوات الماضية، لعب لعبة جديدة، وذلك بتقسيم الكتل إلى كتلتين، كانت النصر وكان هناك الأخرى هي يعني كتلة الأحرار وكتلة درس القانون المالكي والعبادي. وبالتالي ما يحصل اليوم هو بحقيقة الأمر الواضح والصحيح، حيث أن عضو تحالف الفتح غضنفر البطيخ يصرح إلى أن هناك تنسيق الآن بين سائرون وكتلة البناء لغرض اختيار رئيس وزراء ووزراء آخرين، على أن يكون رئيس وزراء، لاحظ الفقرة، أن يكون رئيس وزراء يعمل بالنظام اللامركزي وتوزيع الصلاحيات على المحافظات. هذا يعني أن إن كان هناك دعوات لأن يكون هناك نظام رئاسي لكي تكون هناك سلطات أكثر ومحاسبة أكثر، اليوم بهذا النظام الجديد المبطن ستكون هناك فرصة أكثر للنهب والسلب وضياع أموال العراق وضعف خدمات تقدم للمواطن. ما يشاع أكرر أن الخلافة الشيعي لا وجود له، هناك تفاهمات على من يقدم ولاء أكثر سواء لإيران أو للجماعات التي تستفيد من أموال العراق. إذا كانت الأحزاب في العراق تريد فعليا حكومة مستقلة وقوية، لماذا يلجأ شركاء العملية السياسية إلى الخارج لدعمهم وفق هذه التفاهمات؟ يعني موضوع الحكومة مستقلة مستقلين هذا شيء يعني خيال لا يمكن تطبيقه. الآن بعد أن رأينا أن البرلمان تم على وفق السياقات السابقة، رئيس البرلمان سني واثنين واحد نواب، واحد شيعي وواحد كردي، وهكذا ستكون رئاسة الجمهورية وأيضا ستكون رئاسة الوزراء. والوزراء هناك كتل لديها أصوات ونواب، وبالتالي لن يسمحوا بتمرير أي اسم ما لم يكن لهم حصة في هذه الأسماء. وحتى لو جاء بأشخاص مستقلين يجب أن يكون هذا المستقل قد ضمنوا أنه ينفذ كل ما تريده الكتلة وكأنه واحدا منهم. هذا هو سياق النظام السياسي الآن في العراق. لا يمكن لهؤلاء الذين حكموا العراق طيلة 15 عام بالحديد والنار والإرهاب والقتل والفساد، لا يمكن لهم أن يغيروا كل شيء ويجلبوا أشخاص نزيهين شرفاء يحاسبون اللصوص، وهم كلهم لصوص، كلهم سرقوا البلد، وإلا من سرق أموال العراق ومن قتل ومن سمح للإرهاب أن يدخل. أليست هذه الحكومات سواء برئيس وزرائها أو بالأيوات الأخرى من الميليشيات وغيرها؟ وبالتالي هذا الموضوع ما يأمل المواطن أن تكون حكومة مستقلة أو ما يشاع في الإعلام أو يروج له، هذا موضوع صدقني لا صحة له. وسترى المستقبل القريب كيف يكون هؤلاء هم نسخة طبق الأصل لما سبقتهم من حكومات. لماذا دائما ما تكون نسخة طبق الأصل؟ يعني أين تكمن المشكلة الحقيقية؟ الانتخابات دائما تفرز هؤلاء نفس الوجوه، الاندبندنت تتحدث عن أن الحكومة المقبلة ستكون نفس الوجوه ولكن سيكون إعادة تدوير لها. لماذا تستمر أستاذ قصي مثل هذه التركيبة السياسية
إذا كان أطرافها يعني يؤكدون أنها ميتة سريريا؟ أخي العزيز، يعني هو النظام السياسي بني على دستور خاطئ. الدستور هو الذي حدد هذه النسب، وحدد يعني صلاحيات كل هذه، وقسم المناصب. وبالتالي ما لم يصار لإعادة صياغة الدستور ونظام سياسي يتمتع بالنزاهة والديمقراطية الحقيقية وانتخابات مباشرة من الشعب، سواء لرئيس الجمهورية أو للنواب بانتخابات نزيهة لا كما رأينا في السابق، والكل يعلم كيف حدثت هذه الانتخابات. هؤلاء اليوم الذين جاءوا في السلطة سواء برلمانيين أو سيكون هناك وزراء لاحقا، كلهم يعلمون أنهم جاءوا بطريقة غير شرعية، لأن الشعب لم ينتخبهم ولم يوافق عليهم. وبدليل أنه أثناء انعقاد الكتل وتشكيل حكومة، الشعب كله ثائر ضد هذه الحكومة وضد سياساتها. وبالتالي يعلمون جيدا أنهم جاءوا بالتزوير وجاءوا بفرض إرادة القوة على الشعب، ولذلك لا يمكن أن يأتوا بأناس وطنيين ليصحون المسيرة التي هم سبب فيها. وأكرر أيضا أن النظام السياسي في العراق، نظام المحافظة الطائفية المقيت، هو الذي يحكم العملية السياسية. وما لم تأتي كتلة أو يأتي حزب أو تأتي مجموعة تؤمن بالمواطنة الحقيقية وتؤمن أن العراق واحد وأن المكونات كلهم مصورين في بلطقة واحدة، وأن لا 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 قد يكون هناك حكومة بكاملها كردية أو شيعية أو سنية. طيب. المبدأ إذا سمحت، المبدأ في الحكومة يجب أن يكون هو خدمة الشعب. المسؤول في الدولة أيا كان منصبه هو خادم للشعب. هذا المبدأ غير موجود في هذه الحكومة أو سياستها أو دستورها. ما يجري الآن من مظاهرات في البصرة وارتفاع سقف هذه المطالب للمتظاهرين، هي مطالب شعبية ما ارتفع سقفها لإسقاط العملية السياسية حتى. من وجهة نظركم، ما المطلوب من هذا الحراك الآن في ظل كل هذه المعطيات وهذه الظروف والمشهد السياسي المحيط؟ أخي العزيز، يعني أنا متابع جيد لهؤلاء الأخوة، وهم خولوني بأن أوصل في رسالتهم إلى الأمم المتحدة ودول العالم، واكتملت الرسالة، وبعد يومين إن شاء الله سنبعث لكم نسخة منها باللغة الإنجليزية والعربية وسلم لكل دول العالم. المطالب الشعب العراقي اليوم هي حكومة إنقاذ وطني لمدة معينة، خلالها يجري انتخابات نزيهة وشفافة وحقيقية لاختيار ناس كفؤين، إضافة إلى سيطرة على أموال العراق التي تهدر من دون حساب ومحاسبة الفاسدين. هذا الشعب اليوم مهما تكون تظاهراته، ما لم يكن هناك تكاتف من كل أبناء الشعب العراقي، لا يمكن أن تنجح مظاهرة في البصرة أو في بابل أو في النجف. لا بد أن الشعب كله يعني ينتفض انتفاضة واحدة. ولكن حتى مع هذا الأمر، وأنا في اتصال يعني مباشر مع المتظاهرين وأوجه في الكثير من النواحي، أن هذه التظاهرات ما لم يكن لديها قاعدة جماهيرية وتكون هناك قيادات واعية ومدركة لهذا العمل، لا يمكن نجاحها. وبالتالي أنا أعتقد أنه يعني انخفاض حدة هذه التظاهرات اليوم هو ليس دليل ضعف، وإنما هي إعادة صياغة العملية وكيفية مواجهة مستقبلية. أنا أعتقد أن المرحلة القادمة سيكون هناك تحرك جديد بشكل آخر يختلف عن التحرك السابق بالنسبة للمتظاهرين، حيث سيكون هناك تنظيم واسع. وأعتقد أن هناك مبادرات أخرى سنسعى لإعلانها خلال الأسابيع القادمة تخدم عملية التظاهرات السلمية في العراق، وسنسعى أن تكون يعني مكتملة ومكتملة الأركان ولها شخوص معروفين نعمل عليها. وهذا الطريق نسلك إلى أن نصل إلى طريق مسدود. حين ذاك إن وصلنا إلى هذا الطريق قد نلجأ إلى طرق أخرى نتمنى لا نصل لها، ونتمنى أن يكون التغيير سلميا ويقتنع المقابل أن الشعب العراقي يجب أن تكون إرادته هي التي تسود في إدارة البلاد وإنقاذ ما هو فيه. أستاذ قصير معتصم، الباحث في الشؤون السياسية، شكرا لك.